السلام عليكم متابعينا الأعزاء. إن لم تجاهدوا الحفر الأرضية من ذي قبل، أو ما يسمى بالبلوعات الأرضية أيضا، فدعوني أؤكد لكم بأنها من الظواهر الطبيعية المرعبة، بحيث لن يرغب أي أحد في أن تتكون حفرة أسفل قدميه. لكننا اليوم في هذا الفيديو اخترنا لكم حفرا أرضية تكونت بشكل مفاجئ في أماكن مختلفة وابتلعت أشياء ذات حجم هائل، فابقوا معنا لمشاهدة ذلك يا أصدقاء. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. تم أخذ هذا المقطع من تسجيل كاميرا مراقبة وثقت اللحظة التي حدثت فيها بالوعة أرضية من العدم والتهمت كل ما يوجد فوقها في غضون ثوان، مكونة حفرة عميقة وكبيرة في المكان. فقد حدث هذا الأمر بقوة، وسرعان ما نزلت كل السيارات 24 وسط الأرض مثل الأشجار وكل شيء هناك، رغم عدم تأذي أي شخص من هذه الحادثة، إلا أن تساقط الأمطار بغزارة تلك الليلة ملأ الحفرة بالمياه، ما جعل القيام بعملية الإصلاح وانتشال السيارات مهمة صعبة للغاية. وبحسب ما صرحت به السلطات الصينية ردا على الحادثة، فقد كانت الأمطار الغزيرة التي عرفتها المنطقة حينها لأيام متتالية السبب في تكون الحفرة التي وقعت نتيجة المزج بين الكثير من المياه والطبقات ومعادن الأرض المختلفة أسفل سطح موقف السيارات. ومن بين 24 سيارة نجت 15 سيارة فقط في حالة سيئة، لكنها قابلة للإصلاح. تعرف فلوريدا باسم عاصمة البلوعات الأرضية في الولايات المتحدة الأمريكية، فرغم تكونها في عدة أماكن من الولاية إلا أنها أكثر شيوعا في المنطقة الوسطى الغربية، حيث يمكنكم العثور على وادي الحفر الأرضية الشهير هناك، بحيث تتكون الحفر هناك بشكل مفاجئ، وخصوصا إن كان الجو ممطرا وحالة الطقس سيئة. وسبب في كل هذا هو طبقة الكلس والطين الموجودة أسفل الأرض، والتي تصبح سيئة لدى تساقط الأمطار بغزارة بعد مرور فصل من الحر والجفاف لمدة أشهر. كل هذه العوامل تساعد في تكون تلك الحفر في كل مكان في منطقة وادي البلوعات بفلوريدا. ويظل أفضل خيار بالنسبة لسكان تلك المنطقة هو البقاء على اطلاع بحالة الطقس والاستعداد لدى الحاجة لذلك، لأن البلوعات قد تتكون أسفل المنازل أو وسط الطريق أو في أي مكان آخر. في عام 2010 ظهرت بلوعة ضخمة دون سابق إنذار في شوارع مدينة غواتيمالا، بحيث بلغ عرضها 60 قدما بعمق 100 قدم، وابتلعت معملا للملابس بأكمله كان فوق مكان حدوثها. وكان على العمال الهرب بسرعة فور إحساسهم باهتزاز الأرض واعتقادهم بأن ما يحدث زلزال. والسبب في تكون هذه الحفرة كان انفجار أنبوب غاز أسفل الأرض، ناهيك عن حدوث إعصار وتساقطات مطرية غزيرة قبل وقوع الحادثة. ويجدر الذكر بأن سكان المنطقة معتادين على مثل هذه الظواهر، وخصوصا بفعل النشاط البركاني في المنطقة وتكون بعض الزلازل هنالك أيضا. قد يعتقد البعض منكم بأن البلوعات أو الحفر الأرضية تحدث فقط على اليابسة، لكن هذا غير صحيح، فهي تحدث في قعر المحيط وعلى الشاطئ أيضا. وخير مثال على هذا النوع من البلوعات هو حفرة شاطئ جزيرة كوينز، والذي يبلغ عرضها 300 متر. حدث كل هذا في أستراليا عام 2018، والتي لم تكن تلك المرة الأولى، بحيث سبق وتكونت حفر أرضية مماثلة وابتلعت حينها سيارة وخيمة لكن لم يكن فيها أي أحد. وبحسب السلطات، ما يساعد في تكون البلوعات في أماكن كهذه هو حركة المد والجزر والأمواج والتيارات القوية. وبما أن المكان الذي تكونت فيه الحفرة تحول لون المياه فيه ليصبح أكثر سوادا عن لون المياه حوله، فالأمر يعني بأن الحفرة أعمق مما يوجد حولها، وبالطبع غيرت الحفرتين شكل الجزيرة، ويتم تحذير المصطفين لمثل تلك الأماكن بالحذر لدى التواجد على الشاطئ. أما الآن مع بلوعات ضخمة أخرى في لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وما يميزها هو أنها قد حدثت أسفل المياه. وعادة ما تكون مثل هذه البلوعات بمثابة خطر على أي شيء يتواجد وسط تلك المياه، لأنها تتسحب بسرعة للأسفل ولا يوجد الكثير من فرص النجاة حينها. فمثل ما تشاهدون، ابتلعت هذه البلوعة جزءا من الغابة والأشجار، وقد حدث كل هذا في ثواني معدودة، بحيث اختفت الكثير من الأشجار بسرعة، ولحسن الحظ لم يتواجد أي أحد هناك لدى وقوع الحادثة. فوهة بوتاغايكا موجودة في سيبيريا المتجمدة، وهي مشهورة بكونها البلوعة الأرضية
التي تتوسع بشكل مستمر منذ مدة. ورغم تسميتها من طرف سكان المحليين بالبوابة نحو الجحيم، إلا أن العلماء يسمونها بالبوابة نحو الماضي، وذلك لأن هذه المنطقة ظلت متجمدة منذ سنوات كثيرة. لكن ونظرا للتغير المناخي الذي يعرفه العالم منذ مدة، كانت الفوهة في اتساع دائم، بحيث يقدر العلماء على أنها تزداد في الحجم بما مقداره ما بين 20 إلى 30 مترا كل سنة. وحاليا هذه الفوهة تبلغ عرض كيلومترا كاملا بعمق 86 مترا. ويجدر الذكر بأن هذه الفوهة تكونت بفعل نشاط البشر في قطع الأشجار، بحيث أدى زوال جذوع الأشجار وغطائها لتكون الحفرة على مر السنوات، بحيث يوجد وسطها عدة بركة صغيرة مليئة بغاز ثاني أكسيد الكربون والميثان الصادر من أسفل الأرض تحت الفوهة الكبيرة. يدرس هذه الحفرة العلماء لأنها تحتوي على معلومات قيمة في كل طبقة منها، ناهيك عن رغبتهم لمعرفة ما كانت عليه الفوهة من قبل وما علاقة نشاط البشر والتغير المناخي في تكونها من الأساس. نيزني نوفيرغون مدينة روسية معروفة بحبها لكرة القدم وكونها أحد المدن التي استضافت كأس العالم الذي أقيم هناك عام 2018. وفور انتهاء هذه المناسبة العالمية، التقطت طائرة درون صورة لبالوعة ضخمة تكونت في أحد الحقول بالمدينة. وبما أن لحظة تكونها لم يرها أي أحد ولم يعلم الجميع السبب ولا الوقت الذي حدثت فيه، فقد كانت بمثابة مفاجأة للجميع في المدينة. يبلغ حجم الحفرة 165 قدما فيما يخص العرض و160 قدما فيما يخص العمق. وبالطبع شكلت الحفرة تخوف لدى السكان في حالة حدثت أخرى وسط منطقة سكنية، لكن الجدير بالذكر هو أن الأمر لم يحدث أبدا ولم يتضرر أي أحد مما حدث أساسا. كان هذين الرجلين غير محظوظين لدى تكون حفرة أرضية أسفل سيارتهم والتي ابتلعتهم على حين غره. الجدير بالذكر هو أن الحفرة كانت مليئة بالمياه الساخنة، وقد حدث كل هذا في روسيا بعدما تكونت الحفرة وسط الشارع أمام السيارات. الرجل لم يفهم ما يحدث وسقط بسيارته هناك. وبما أن البلوعة حدثت في مكان وجود مياه ينابيع ساخنة تبلغ حرارتها 80 درجة مئوية، ويجدر الذكر بأن السلطة تصرحت على أن السبب الرئيسي لحدوث الحفرة هو انفجار لأنابيب المياه أسفل الطريق. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن تكون هذه المقاطع قد نالت إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله.